بماذا نرد يا شيخ على من يستدل بعدم تحريم التدخين بقوله إن أضراره هي نفس أضرار البخور، والبخور لم نسمع أنه محرم بل يستعمله حتى العلماء؟ ما شاء الله، وش هالاستدلال هذا؟ البخور ما أنت بتشربه يا أخي مثل الدخان، الدخان تعبه وتشربه وتدخله بجوفك، وأما البخور فأنت تشمه وتمشيه ما يدخل جوفك، والبخور طيب وهذا خبيث، البخور من الطيبات وهذا من الخبائث، فلا يقاس الخبيث بالطيب. نعم.